أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما قل الله أذن لهم أم على الله تفترون. وما إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن
لا